هو الراجل في دبي ده اللي جاب تشيز برجر وحطه في العربيه عنده ولا شاله عنده لمده بتاع اسبوع او اسبوعين، وبعد كده فتحه ولقاه زي الفل مفيش اي حاجه. وقال لك بقى اثبت كده في الموضوع ان ده ماكدونالدز بيتحط كميه ينهر عرسه كميه اسمها ايه يا عمرو؟ ارتفيشلز مواد حافظه، مواد حافظه بالانجلش اسمها ايه؟ ما علينا. وانا من النوع اللي ما بحبش اصدق حاجه غير لما اشوفها بعينيا واجربها، فقررت بقى انا اجرب الموضوع. فدلوقتي رايح على ماكدونالدز وحط له تشيز برجر وهحطه. انا محتار مش عارف اطلب تشيز برجر ولا ماكدو، بس غالبا هحطه تشيز برجر عشان هو الاشهر تقريبا. تشيز برجر ما شافوش مايونيز كمان يعني. هحطه في الشنطه عندي ورا، هسيبه حوالي اسبوع اسبوع ونص على قد ما اقدر، وكل حبه كده هفتح الشنطه اللي ورا وهابديته على الموضوع ونشوف بقى الموضوع توصل ايه. لو فعلا فعلا قعد الاسبوع كله شكله مختلفش خالص، شكله يتاكل وزي الفل، انا فعلا فعلا عمري في حياتي في حياتي في حياتي ما هاكل ماكدونالدز تاني ابدا. يا نصر اضحك. هو تشيز برجر بقى بكام دلوقتي؟ ايه يا جدعان الزحمه دي؟ الناس كلها داخله تجيب تشيز برجر ولا ايه؟ شاوت اوت لكل الاسكندرانيه اللي عارفين تمثال ماكدونالدز الشهير ده، احنا تقريبا قضينا ناس كتير قوي طفولتها في الكرسي ده. علي انا واقف عند ماكدونالدز. علي انا واقف عند ماكدونالدز. حاسك هتضحك كنت بتطلب الاوردر. عايز تشيز برجر. شكرا شكرا. اصعب حاجه بقى يا جماعه في التشالنج دي كلها ان انا ما اكلوش دلوقتي. انا جعان جدا، فكره حلوه قوي. انا مش صدق ده هيفضل قاعد عندي في الشنطه بتاع في اسبوع ولا اسبوعين. يلا دلوقتي احط بقى التشيز برجر هنا وهاجي ابص عليه بكره الصبح اخليه جوه تيسته. عايز افتح بس ابص عليه كده الاول بصه سريعه. اهو تشيز برجر طبيعي جدا مفيش اي حاجه، شايف مكانه حلو قوي. يلا مع السلامه، باي باي. كده فات يومين عليه وهو في العربيه، ف نبص بقى بص كده مع بعض نلاقي ان ايه البرجر شكله مفيش اي فرق في الشكل. هي كل فكره بس ان هو بقى ناشف يعني بقى ايه دي اللحمه حتى لزقت، بس يعني من شكله كده يعني ما حد يبص عليه من بعيد كانه ولا في اي حاجه. ف ده كده تشيز برجر بايت بقاله يومين. قشطه نيجي لك بقى بكره تاني. اوكي دلوقتي فات 12 يوم ولا 13 12 هو اسبوعين قبل شويه على تشيز برجر ده مش فاكر قد ايه. دلوقتي اشوف شكله، انا بصيت عليه اول بعديها بيومين، بعد كده بصيت عليه بعديها بثلاث ايام، وقعد مثلا فتره يا نهار اسود ايه ده، قعدت مثلا بتاع اسبوع وشويه وما بصيتش عليه خالص. What the fuck. اوكي اول انطباع السندوتش قلب لعبه ايه ده. ايه يا جماعه سامعين صوت سامعين سامعين صوت اللحمه دي؟ مش لحمه ده كانه لعبه. هو ريحته طبيعيه جدا، ريحته مفيش اي حاجه خالص كله تمام، بس الفكره ان هو يعني زي ما بقول لكم لعبه جامد ما بيتناش ما بيتناش فعلا. موضوع مقلق موضوع مقلق فعلا. انا بفكر ادوقه بس بلاش مش عارف. السانش ده عندي في العربيه في الشنطه بقاله بالظبط حوالي 12 يوم في اغسطس وسبتمبر، يعني الدنيا حر 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 ومفيش اي شكل وما اختلفش خالص، شكله كانه لسه طالع من الفرن دلوقتي. هي كل الفكره بس ان هو ناشف بس، واللحمه متخبط عليها كانها فعلا لحمه برجر لعبه. فاكت انا هاكله هدوق منه حته يعني مش هاكله. اوف الصراحة الصراحة كأني لسه طالبه النهاردة، مفيش اختلاف في الطعم خالص خالص، بس مش هكمله مقدرش ما
مقدرش اكمل. اطمه دي كانت اوفر صح، كفايه كفايه انا كنت حبه حلوين. ربنا يستر، ربنا يستر ما حصليش حاجه. مش عارف انا هو طعمه حلو بس حاسس بقرفه من جوه. لو عجبكم الفيديو يا جماعه ثامز اب، انا كسرت ال 100 سبسكرايبر امبارح ومبسوط جدا. وقولوا لي بقى في الكومنتس لو عايزين اجرب التجربه دي، بس اسيبه بقى شهر او يمكن شهرين كمان، هجيب واحد تاني او ممكن ده اهو هسيبه كده بنفس القطمه بتاعته، احطه هنا في العلبه، في العلبه يعني في الكيس بتاعه. ممكن اسيبه كمان شهر، النهارده 3 سبتمبر ولا 4 ولا 5 النهارده مش فاكر، النهارده 5 سبتمبر. فقولوا لي في الكومنتس لو عايزين اسيب البرجر ده كمان شهر، نرجع كمان شهر نشوف اللي حصل. يلا باي باي.